بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نحييكم أجمل تحية. السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تعالى، الانطلاقة الأولى، وهذه أول انطلاقاتنا للفترة المسائية ليوم السبت الأول من ديسمبر لعام 2008 أو نوفمبر لعام 2008. انطلاقتنا مشاهدينا الأعزاء موفقة. نتمنى لجميع الأخوة المشاركين التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. للأخوة الذين شاركوا بأول أشواطنا ومع أشواط الثنيان القعدان، 5 كيلومترات هي المسافة المحددة والمقررة رسميا من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق، كأس النادي الكويتي لسباق الهجن. هو من نصيب صاحب المركز الأول والذي يحصل على هذه الكأس الغالية. هنالك مشاهدينا الأعزاء، الانطلاقة تبدأ والمشاركة قوية والمنافسة على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. ها هي الانطلاقة مع صاحب المركز الأول وقائد المسيرة أم سيحان تعود ملكيته، الغنيم العنقودي الظفيري اللي يحتل المركز الأول ومسيطر على مجريات هذا الشوط وانفرادته إلى المركز الأول، يليه مباشرة في ثاني المراكز. المركز الثاني، ابتعاد المركز الأول عن المركز الثاني بالانطلاقة القوية من بداية هذا الشوط. انتقلتنا إلى صاحب المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، هناك حلوان محمد بن مانع العجمي في ثاني المراكز، يليه مباشرة في المركز الثالث السيف لحمد بن مسعود بن شير المري في ثالث المراكز. المركز الرابع المتحد محمد بن صالح الحيمر اللي في المركز الرابع. المركز الخامس مرعوش لمقبل بن زاهر العجمي في رابع او خامس المراكز. المركز السادس خطام لحثلين بن سبعان العجمي اللي يحتل المركز السادس. المركز السابع ظبيان لعبد الله بن طلال العجمي في سابع المراكز. المركز الثامن شعار بن جعمل اللي هو بطاش لمبارك بن سالم بن جعمل المري في المركز الثامن تاسع المراكز. المركز التاسع هناك مشهور لسعود بن طينان الهاجري. المركز العاشر مشاهدينا الكرام، هنالك النايف لعيد بن مسلم الشلاحي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للعشرة المراكز الاولى بالوفاء والتمام، كاملة مكملة اعددناها لحضراتكم لنوافيكم بالصوت والصورة بهذه الانطلاقة الموفقة. والتوفيق ان شاء الله لجميع من شارك بهذه الفعاليات، بهذه الانطلاقة المتميزة باسم رئيس واعضاء مجلس الادارة. نرحب بجميع الذين وافدونا لمشاهدة هذه الفعاليات وهذه الرياضة، رياضة الهجنة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. هنالك الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم. أم سيحان قائد المسيرة ومحافظ على المركز الأول، انطلاقته موفقة منذ انطلاقة هذا الشوط من 5 كيلومترات، ولا زال أم سيحان محافظ على انطلاقته وسيطرته مع المراكز الأولى. أيها الأخوة مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تعود ملكيته للسيد غريم العنقودي الظفيري في أول المراكز ومنفرد انفراد تام وانفراد كلي إلى المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء، احنا الآن مقبلين على 2500 متر، مقبلين على 2500 متر التي تفصلنا عن خط النهاية. مصيحان في أول المراكز لغنيم العنقود الظفيري ثاني المراكز. عطونا صاحب المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، مرعوش للسيد مقبل بن زاهر العجمي في ثاني المراكز. مشاهدينا الأعزاء عدنا لكم في المركز الرابع والآن في ثاني المراكز. المركز الثالث شعار بالحيمر محمد بن صالح المتحد محمد صالح الحيمر المري في المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء اللي هو بن جعمل بطاش لمبارك بن سالم بن جعمل المري في المركز الرابع. خامس المراكز ظبيان، تعود ملكية ظبيان لعبد الله بن طلال
العجمي في المركز الخامس، المركز السادس خطام الحذفين بن سبعان، العجمي اللي يحتل المركز السادس، المركز السابع النايف لعيد بن مسلم الشلاحي، دعناه في المركز العاشر ونا في المركز السادس، المركز السابع لو تعطينا يا ابو نواف عط المركز السابع لسعود بن طينان. على ما اعتقد بن طينان الهاجري اللي في سابع المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدي الاعزاء، هذه نتيجتنا ايها الاخوه، هذه نتيجتنا للمشاركين، ويبدو ان المنافسه قويه هناك عند المقدمه. المقدمه هناك منافسه بين مصيحان وبين مرعوش، 1500 متر مشاهدينا الكرام مستمعين الاعزاء، والمنافسه بين الاثنين ومرعوش. مرعوش انطلاقته الى المركز الاول، وتعود ملكيه مرعوش للسيد مقبل بن زاهر. العجمي في المركز الاول مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء انطلاقته مع مقدمة الشوط، ويا سلام مرعوش 1200 متر مشاهدينا الكرام مستمعين الاعزاء، 1200 متر اللي تفصلنا عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط. ويا هل ترى مرعوش في صدارته لحد النهاية، أم يا هل ترى منافسين في المركز الثالث والرابع؟ هناك الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء، الكيلو الأخير الذي يفصلنا عن خط النهاية ونهاية هذا الشوط، ومرعوش مرعوش في المركز الأول مشاهدينا الأعزاء، لمقبل بن زاهر العجمي في أول المراكز. المركز الثاني النايف لعيد بن مسلم الشلاح في ثاني المراكز، المركز الثالث اللي هو بطاش لمبارك بن سالم بن جعمل المري، ورابع المراكز هناك مصيحان الغنيم العنقود الظفيري، والمنافسة المنافسة بين الثلاث المراكز الأولى. ولكن مرعوش مرعوش مرعوش، وعطنا لقطة على مرعوش يا مصورنا، مرعوش في مراكز الأولى. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام، انتقالة مرعوش إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بهذه الانطلاقة المتميزة. تهانينا تهانينا والناموس لك يا ابو فيصل على هالانجاز الطيب وعلى هالعرض المتميز اللي قدمه مرعوش باللحظات الاخيره. تهانينا تهانينا لحظات الوصول وشوط الكاس، شوط الكاس يا ابو فيصل، شوط الكاس والكاس بالانتظار. هكذا مشاهدينا الاعزاء بحفظ الله ورعايته يصل مرعوش لمقبل بن زاهر العجمي على فوزه وحصوله على المركز الاول. تهانينا تهانينا والف مبروك لحظات الوصول الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا تهانينا من الاعماق للسيد مقبل بن زاهر العجمي على فوز مرعوش في المركز الاول لحظات الوصول، الف مبروك حصول على كاس النادي الكويتي لسباق الهجن الذي اتى في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء. النايف لعيد بن مسلم الشلاحي، ثالث المراكز اللي هو بطاش مبارك بن سالم بن جعمل المري، المركز الرابع بانتظار صاحب المركز الرابع مشاهدينا الكرام اللي هو ظبيان لعبد الله طلال العجمي، المركز الرابع، المركز الخامس لحذرين بن سبعان العجمي اللي هو خطام، ايضا حامل رقم 11 شمشهور لسعود بن طينان الهاجري، وحامل رقم 10 المتحد لمحمد بن صالح الحيمر. والمنافسه كانت قويه، ومرعوش بالفعل حصل على المركز الاول لسيد مقبل بن زاهر العجمي. تهانينا والف مبروك.